أنا محمد أمين توجاني من مؤسسة الياسمين، ولد منطقة الكبارية. احنا شاركنا في الفورماسيون تاع الكرياسيون دو بروجي. المشروع الأولاني حاولنا أن نصنع دي كلوب في مدرسة معينة في الكبارية. نحاولوا أن من الأول نستقطبوا الصغار اللي عندهم مواهب، نخرجوا منهم الطاقة السلبية اللي موجودة فيهم، ونخليهم معناها يستمكنوا ولا يتمكنوا من الطاقة الإيجابية اللي عندهم. تخدموا الكلوب، فما لي فورماتور تاع الكلوب هذاكم، عندنا دي كلوب تاع تياتر، موزيكا، دانس، والجرافيتي. احنا حبينا الصغار تجي وتملى وقت الفراغ نتاعها بالمواهب الموجوده عندها. دونك معناها بالطريقه هذه نكونوا بعدناهم على المخاطر والسلوكيات محفوفه بالخطر. الهدف منه انه نخليه الصغير يمارس الموهبه نتاعو في اطار معين، اللي هو معناها اختارنا المدرسه. بروجي كبار كان يقوم على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الميني جالا، اللي هي معناها تعملت على ثلاثة أيام. الثلاثة أيام هذاما اخترنا فيهم كل يوم 30 تلميذ. من بعديك الجماعة السيليكسيوني دخلوا في المرحلة نتاع التكوين مع لي فورماتور. بعد السيكل تاع لي فورماسيون هذاما، كل كلوب خرج ببرودوي. يعني الصغار نتاع المنطقه هذيك هما اللي يقوموا بالليزاكتيفيتي هذاما وبالبرودوي هذاما، وكانت معناها رقصه تحفونه على الاخر، وسنت نتاع تياترال معناها مزيانه برشا، والجرافيتي زاده كانت ياسر طياره، واللي شونتور معناها الموجودين في الكباري برشا 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 دي شونتور معناها موجودين، وصواتهم تحفونين على الاخر، وقاموا بالواجب معنا في الكلوتير نتاعنا. المشروع الجردة كان من الهدف العام نتاعو ان باش نقوموا بتهيئه المناطق اللي تنجم تكون خضراء وما كانتش خضراء. دونك استغلينا حاجه جديده موجوده تو معناها في الفي كوتيديان، الريسيكلاج نتاع البنو. بون هو مشى البروجي بالكدا على خاطر خدمنا في زوز مكاتب، ولقينا معناها تعاون كبير من المديرين تاع المكاتب هذوما، اللي هما الوردية سيس والكوليج نتاع حي السلام. المشروع نتاعنا كان يهدف انه الصغير كي يمشي للمكتب يلقى روحه في اطار معناها ملائم باش يقرا، ملائم باش يقعد في الساحه هذيك، ومعناها وعينه مرتاحه. معناها خدمنا الاكثريه على الفلور، معناها عملنا حتى دي تكنيك جدد كيما مثلا الفونتين معناها بالورد. خدمنا العجل المعلقه، خدمنا زاد في المشروع هذا خدمنا اكثريه زاد على الجرافيتي. الجرافيتي اللي كانت معناها وجهه الكوليج اللي خدمنا عليه، معناها تلقى بقى حاجه معناها اتيرونت. الصغار تعاونوا معنا برشا وديجا حبوها الاكسيون هذي، وعلى حتى باللي يقدر معناها يحب حتى يجيب من داره حكايات معناها، وكانت عندهم موتيفاسيون كبيره برشا باش يخدموا العمل هذا. هو بروجي معناها ينجم زاده يطول قدام، على خاطر المناطق اللي نجموا نخدموا عليهم في الكباريه برشا. هذاك معناها نموذج، وديجا معناها اللي خدمنا معاهم كانوا معناها فرحانين برشا بالخدمه اللي خدمناها، وعاونونا ديجا برشا معناها حتى المديره نتاع معناها الكوليج نتاع السلامه معناها تحركت معانا بكرهبتها مشيت معانا منا باش نوفروا الماتريال اللي نجموا نخدموا بهم.